أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا تكذبان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش نتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قال
صراط الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم.